مصري يعني الضحكة الحلوة اللي من القلب، يعني الكلمة اللي بتخلي الدنيا تهون، يعني الإيد اللي بتسند في الوقت اللي عمرك ما تتوقعه. مصري يعني تتمشى في شوارعنا القديمة، تشوف بصمة ألف سنة على الحيطان، تشم ريحة الحبايب وتسمع كلامهم من شبابيك البيوت. مصري يعني الحواري والقهاوي وعتبات الدكاكين ورنة المعلقة في كوباية الشاي بالنعناع، دقدقة الصنايعي على حرف النحاس وحتتين الخشب ونقشة القيمة ورشة السكر على كحك العيد. مصري يعني تعد ذكرياتك على سبحتك وتعدي على الحبايب واحد واحد وتدعي لهم. رمل سينا وصود عاش وحجر جيري ونيد اوكسايد او اكسيد الرصاص. بعد ما بنعمل الخلطه بنخش على ان احنا نغذي الفرن. الفرن ده يا جماعه درجه حرارته اللي حرارته الوقت الان 1350 درجه مئويه. الار 350 درجه مئويه بعد ما بنصهر الرمل مع الريسايكلنج يعني الازاز الكسر يعني يبدا يخش في رحله الفرن بتاعتنا اللي شبابنا بيبدا يعلم ياخد منهم اهو. ادي الازاز المصهور المسحوب، ادي الازاز اللي ممكن نشكل منه كل حاجه، ادي التحفه المصريه، ادي رمل سينا، ادي خير بلدنا يا جماعه. نخش على المرحله الثانيه نعمل بالينه. المرحله الثالثه دوب لازم وانت بتدبق ايدك حساسه وحسب حسيت ايدك تبقى حسيت بقك برضه عشان النفس لو سرع منك هتبوظ الحته. ايدك لو ما لفتش حته هتبوظ منك. اي منتج زجاجي في الدنيا لازم يخش مرحله التبريد. فرن التبريد ده عباره عن شبك ممدد زي ما احنا شايفين. الرحله بتبدا من اول 850 درجه مئويه بتستمر بتاع حوالي ساعتين ونص، بتنخفض تدريجيا الى ان هننتقطها بالشكل اللي احنا قدامنا ده. يلا خلصنا التبريد يا جماعه، هنخش على مساله التجهيز. التجهيز اللي هو الايه؟ القطع الكاتنج، مفيش بولشنج هنا، احنا عندنا قطع فقط. ادي عباره عن ديسك اسطواني، لازم نستخدم الميه لان الديسك الاسطواني لازم يمر عليه ميه عشان درجه الاحتكاك مع الزجاج ما ينفعش من غير ميه، لازم الميه هتنفجر. كل صناعه الزجاج لابد ان تمر على هذه المراحل من اول الرمل لحد التبريد لحد التجهيز عشان تعرفوا ان المنتج ده بالكوبايه اللي قدامكم دي وراها صناعات طويله وشباب وناس بتاكل عيش وناس بتعلم وبتتعلم. انا بركز كتير جدا على كلمه بتتعلم وبيتعلم عشان هو ده شباب مصر، هو جيلها. مصر ولاده
مصر الخير، مصر سينا، مصر الرمل. من الفراعنة وعلمهم خباز الإزاز، لم الولاد وقال لهم كلام يتعاز. من الفراعنة وعلمهم خباز الإزاز، لم الولاد وقال لهم كلام يتعاز. الصنعة دي صنعة مصري، صنعة أصلي بامتياز. بقى 32 سنة في الصنعة، الصنعة دي بالدم، يسيبها مش يجيلها تاني، محبهاش. اللي بيكرهها مشتغلش فيها. عند مصانعها كويس، تحب المهنة والمهنة تحبها، كرهت المهنة المهنة هتكرهها. نفخة عروق طلع نفخة مبخبخة، والفرن بلدي وناره عقلة مخمخة. نفخة عروق طلع نفخة مبخبخة، والفرن بلدي وناره عقلة مخمخة. دلوقتي وقت الجد، قوم يا ابن بلدي، مش وقت مرعى وانت خال. كل ابن البلد اللي بيشتغل، كل ابن البلد اللي بيحب الشغل، اي واحد ابن بلد بيحب بلده وبيشتغل، دول لو مش ولاد بلد ما يقفوش قدام الحراره، ما يقفوش قدام الولعه، يدوروا على مهنه سهله ويشتغلوها. لو هم دخلوها هم صغيرين، كافوا فيها، تعبوا فيها، اشتغلوا فيها، يحبوا مهنتهم. وينفخ من القلب ويشكل من الإزاز اللي داب من حر الفرن قنديل، كوباية، مطرح لوردة لسه بتتولد، حبة هوا من الروح تشكل من الخيال إبداع لا يتحكي ولا يتوصف. وكام ألف سنة وصنايعي وهب نفسه لطلة إزازة متشكلة بروحه، فن، فن مصري قوي قادر يحول الرمل لإبداع. حبة هوا مليانة عالم ملون، وهش هش لكن قوي، إزاز لكن صلب، شفاف لكن قلبه مخبي ألف سر. مهنة أصلها مصري من عمر الأواني اللي موجودة في معابدنا القديمة، وصنايع الإزاز المنفوخ بطل، دايما بطل، فاتح صدره لفرن ناره تسيح الحديد، وصنعة بيتعلمها في 5 سنين على الأقل، وقطعة واحدة علشان تتشكل بطلوع الروح. يا فنان، يا صانع البهجة بنفسك، متشكرين، متشكرين إنك مصر تفضل تعمل لنا كل الجمال ده مصري، مصري قوي. ايدك على شعري سنة،